المفروض نرحب بان الدكتور طه على فكره لسه واخد الدكتوراه قريب، فاحنا بنهنيك على نعم. طيب احنا بنقول المفروض نبارك للدكتور طه على حصوله على الدكتوراه قريبا يعني، فانا حبيت ان انا ابارك له قدامكم واقول له الف مبروك يعني، هو معانا في الدوره يعني. ف دكتور طه استاذ مشعل بيبارك لك دكتور طه الف مبروك، الف مبروك لكم جميعا. يا رب يا رب كلكم يا رب كله بخير ومن افضل لافضل باذن الله، ربنا يوفقكم جميعا. امين الله يسعدك خير. طيب نتوكل على الله. بصيتوا على الفيديوهات اللي انا ارسلتها اليكم يعني بحيث ان انتم تبصوا عليها ان شاء الله قبل المحاضره، والمفترض كما اتفقنا ان احنا باذن الله هنبدا نعمل زي مراجعه كده سريعه على الموضوعات اللي المفترض ان انتم شفتوها في الفيديوهات المسجله، وبعد كده نبدا ان شاء الله نشوف لو في حد عنده مشاكل، في فكره مش مفهومه، في اكزامبل طبقتوه ما اشتغلش معاكم، وهكذا يعني. تمام، فنتوكل على الله نبدا. احنا طبعا بعد ما عملنا سيت اب للبايثون طبعا بينزل اوتوماتيك مع البايثون حاجه اسمها اي دي ال اي. الابلكيشن ده بيسمح لك انك تجرب تكتب الكود بتاع البايثون وتطبقه وتتاكد ان هو شغال والى اخره. طبعا لو في حد طبعا في اي دي ايز اهم من ده من ده واقوى من ده، لكن في المرحله اللي احنا فيها احنا لسه بنتعلم الاوامر الاساسيه، فمن المفضل ان احنا نشتغل على ده بس كفايه عشان يبقى خفيف على الاجهزه ونقدر نختبر كلنا الاوامر ما يبقاش عندنا اي مشكله. تمام، فكل الناس الحمد لله في السيت اب كله تمام. انا على قد ما عرفت ان كل الناس ما عندهاش مشكله في السيت اب. الناس اللي سالت على الفيرجنز بالنسبه للمستوى ده مش تفرق كتير قوي زي ما الناس متخيله يعني. تمام، ما عندكش مشكله يعني. ف يعني هنبدا كده بسرعه نقول احنا قلنا ايه، احنا قلنا ايه في الفيديوهات المسجله كملخص كده قدر الامكان ان شاء الله يعني. طيب الناس كده شايفه كويس، انا بس عايز اقول ان دي بيئه كتابه الاوامر. احنا لو عايزين نكتب الامر انا افضل دايما من فايل نيو وتبدا في ملف جديد تكتب الاوامر اللي انت عايزها وتبقى حافظ الاوامر بتاعتك بحيث ان الفايل اللي فيه مشكله او اللي عندك فيه اي حاجه بتبقى عارفه ومسميه وبتقدر ان انت تبعته لي، تبعته لحد يبص لك عليه لو في اي مشكله او الى اخره. تمام، طيب الصوت الناس سامعاني كويس ولا الصوت بيقطع؟ الصوت دلوقتي كويس؟ صوت الناس سامعاني بشكل جيد؟ حاليا كويس، نعم. تمام، طب لو في حد بيبقى عنده الصوت بيقطع وباقي الناس الصوت عندها كويس تمام، يبقى معناها ان المشكله عنده بيبقى عند الشخص اللي عنده مشكله الصوت عنده بيقطع بسبب سرعه الانترنت. لكن طالما انا في ولو واحد بس سامعني بشكل كويس جدا يبقى انا ما عنديش مشكله انا. تمام، انا بس حبيت انوه بحيث الناس تبقى دايما معتاده، لو الصوت انا في حد سامعني بشكل جيد وما بيقطعش يبقى انا ما عنديش مشكله، يبقى المشكله عند الشخص ذات نفسه بيقطع عنده بسبب الانترنت عنده مش كويس. فيا ريت لو حضرتك مشغل موبايل او موبايلات كتيره او اجهزه ثانيه او التلفزيون على الانترنت او كلام زي كده وقت المحاضره اقفل عشان يعني يبقى الانترنت يبقى كويس وتبقى شغال بتدي تسمع المحاضره بشكل كويس. تمام، كويس جدا. اول امر اخذناه احنا الاول طبعا زي ما اتفقنا عشان نبدا نكتب برنامج جديد بتيجي من فايل وبنعمل نيو فايل. النيو فايل ده بالنسبه لنا يبقى ده البرنامج بتاعنا الجديد اللي احنا هنكتب فيه الاوامر الخاصه بينا. فبنيجي من فايل طبعا وبنعمل سيف از وبنحفظ في مكان معين، افضل حضراتكم تعملوا فولدر معين. انا هعمل فولدر اسمه مثلا في مكان كده عندي، طبعا كل واحد يختار المكان على مزاجه مفيش مشكله بس يفضل ما يكونش على السي يعني. مثلا وقمت جاي اعمل فولدر اسمه اكزامبلز مثلا او بايثون اكزامبلز
وجوه الفايل ده وانت عامل مثلا قلت اكزامبل واحد مثلا. طبعا لاحظ ان الفايل ده لما سايبه خلاص هو هيتحفظ في المكان في المسار ده، ولاحظ ان هو اكزامبل 1 هياخد دوت باي تمام، باي بايثون يعني. فلو دخلت على الفولدر بتاع على الفولدرات على الفايلز فايل سيستم ورحت على الباث بتاع الاقي اكزامبل 1 دوت باي تمام. برضو خد بالك اغلب الناس بتبقى السيستم بيبقى خافي الاكستنشن او الامتداد بتاع الفايلز، فياريت تبقى ظهره يعني لو مش عارف تظهره من فيو هتلاقي ايه الفايل نيم اكستنشنز عشان تبقى ظاهر الايه الاكستنشن بتاع الاسم عشان تبقى معروف ان ده بايثون فايل. ولو انت الاوبريتنج سيستم بتاعك حاجه غير الويندوز اللي انا شغال عليه الويندوز 10 فما فيش مشكله انك تبحث على الانترنت وتتحرك وتدور تشوف اخفي منين او اظهر منين على حسب ويندوز 8 9 حد شغال لينكس حد شغال اي حاجه. طيب ايه الاوامر اللي احنا الاولانيه اللي اخذناها؟ احنا اول امر بناخده هو امر البرنت، وده بيبقى سبب من اسباب الايه المخرجات الاوتبوت. الاوتبوت تمام، الاوتبوت ان احنا بنطلع حاجه على السيستم. احنا قلنا في الفيديوهات المسجله برضو ان من اهم الحاجات عندنا ان احنا عندنا اي سيستم سواء كبير او صغير في المجمل بيبقى عباره عن inputs وprocessing وoutputs تمام. input وprocessing وoutputs. inputs يعني اللي قاعد على الجهاز بيدخل حاجة للكمبيوتر والجهاز بيعمل عمليات معينة، وفي الآخر المخرجات وفي الآخر المخرجات بتاعتنا تمام بتبقى يعني output أو أوامر خارجة من الايه من الـ من الـ من الجهاز ذاته تمام. طيب كويس جدا. فانا هقول ثواني بس ان انا بوقف على الناس اللي بتخش. فانا قلت مثلا هلو وورد، يعني انا بقول له عايزك تطبع لي الامر ده تمام. انا بس ثواني على بعد اذنكم خليكم معايا. طيب معاكم هفتح بس الماجنيفاير كده عشان لو في حد مش شايف بشكل واضح تمام. كل الامر اللي انا عملته قلت بس برنت كلمه هالو وورلد. تلاحظوا احنا اتكلمنا على كذا حاجه في الموضوع ده. اتكلمنا ان برنت ده امر من الاوامر الخاصه ب البايثون زي ما احنا اتعرف على اوامر كتير. يعني الأوامر دي بتعمل إيه؟ بتعمل عمليات من ضمنها إن هو يطبع النص اللي أنت عايزه. النص إحنا عندنا السترينج، قلنا السترينج قد يكون أرقام أو حروف أو رموز، أي حاجة كده بنسميها سترينج. تمام؟ قلنا الدبل كوتيشن، الدبل كوتيشن معناها إن إحنا بنحدد بداية النص ونهاية الإيه؟ ونهاية النص. والنص بيجي في النص. علشان البايثون تعرف إن النص ده static string يعني نص ثابت يطبع كما هو. البايثون ما بيفهمهوش يعني لغه البرمجه ما بتفهمش الكلام المكتوب في النص ده، هي يعني بتطبعه as it is يعني زي ما هو كده ما بتفهمهوش تمام. طيب فكان طبعا ممكن قلنا ممكن نستخدم الدبل كوتيشن وقلنا ممكن نستخدم السنجل كوتيشن. اتكلمنا في الموضوعات دي انا بس بحكي انا يمكن اول مره احكي بالتفصيل شويه بعد كده ان شاء الله الناس تكون عرفت الخطوات بتاعتنا وبتقدر تنجز قدر الامكان من خلال بداية المسجلة وهكذا. طيب ممكن نستخدم السنجل كوتيشن قلنا برضه ده صحيح تمام. وقلنا ممكن نستخدم يعني الكلام يبقى فيه اصلا سنجل كوت، ممكن الكلام ذات نفسه يكون في سنجل كوت، وقلنا ان ممكن يكون النص عباره عن ارقام وحروف ورموز الى اخره. زي ما قلنا مثال مثلا واحد مثلا السلام كوما، كل ده بالنسبه لنا اسمه سترينج برضه عادي سواء كانت الرقم او الكومة او الحروف الكابيتال السمول ما عندناش، وده بالنسبه لنا اسمه ليترال او سترينج سترينج ليتر تمام كده. طيب وقلنا برضو لو النص فيه يعني قلنا لو النص ذات نفسه فيه هو اللي فيه سنجل كود، هتلاحظوا احنا قلنا هتبدا بسنجل كود اقفل بسنجل كود، ابدا بدبل كوتيشن اقفل بدبل كوتيشن. طب لو انا النص ذات نفسه فيه سنجل كود تمام، فيه يعني
قلت مثلا I am here مثلا I am here. لاحظوا مجرد النظر في غلطة بانت. إنها تلاحظ إن لون الام وكلمة هير واخدين اللون الاسود او طبعا ده طبعا على حسب طبعا الايديتور اللي احنا شغالين عليه. يعني لو بتكتب انت على نوت باد ولا حاجه مش هيلون، لكن البرامج دي بتساعدنا في الفورماتنج وكده. هتلاحظوا ايه اللي حصل، دول اخذوا لون مختلف صحيح. ليه اخذوا لون مختلف؟ لان هو تخيل ان ده بدايه النص، وتخيل ان اول سنجل كود تقابله هي نهايه الايه، هي نهايه النص. فتخيل انك عايز تعمل اي، تطبع اي، وهنا يعتبر بالنسبه له كلمه ام وسبيس وهير دي بالنسبه له هيبقى فيها ايرور. هيبقى فيها ايه؟ هيبقى فيها ايرور، مش هيقدر يفهمها. فهمتوني؟ مش هيقدر ايه يفهمها، هيحصل معاه مشكله. واحد يجي يقول لي طب انا ممكن اقدر احل المشكله دي بان انا اعمل ايه، بان انا ادي هنا كده ابدا البدايه بتاعتي دبل كوتيشن وانهي بدبل كوتيشن، وفي الحاله دي انا هربت من المشكله. ده كلام صحيح. ليه؟ لان انت هنا طالما بدات النص بتاعك بدبل كوتيشن، الكومبايلر او المترجم او الانتربريتر بيبدا يقرا 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 مستني الدبل كوتيشن. فاول ما وصل للدبل كوتيشن عرف ان دي النهايه، فعرف بدايه النص وعرف نهايه الايه؟ نهايه النص، وبالتالي ما عندوش مشكله في السنجل كوت جت في النص. طيب بافتراض ان انا عايز اطبع الدبل كوتيشن ذات نفسها، واحد يقول لي خلاص نعكس. يعني ايه نعكس؟ نبدا بسنجل كوت وننهي بسنجل ايه؟ بسنجل كوت. نبدا بسنجل كوت وننهي بسنجل كوت. يعني لو انا عايز اعمل كده، عايز اقول مثلا I am مثلا عادل مثلا، عايز اعمل كده كده ايه؟ انا بدات بقى عند النص ذات نفسه فيه مشكله. ليه؟ لان النص بيحتوي على سنجل كود وبيحتوي على دبل ايه؟ معايا شباب ولا لا؟ بيحتوي على سنجل كود وبيحتوي على دبل كود. وانا عايز افهم البايثون ان ده بدايه الطباعه ودي نهايه الطباعه. دي بدايه الطباعه ودي نهايه الايه؟ نهايه الطباعه. افهمها له ازاي دي؟ اجي بدل البدايه اعملها بدل سنجل كود، لا اعملها ثلاثه دبل كود. تمام؟ اعملها ثلاثه ايه؟ دبل كوتيشن. واقفل بثلاثه دبل كوتيشن. كده يبقى هو هيفهم ثلاثه، ما حدش قال لي فيهم اربعه مره، نجرب اثنين، ما فيش كلام من ده. هو الثلاثه دي معناها خلاص هو هيدور على ثلاثه يجوا ورا بعض هنا. تمام؟ واللي في النص ده بالنسبه لي هو النص اللي هيتم طباعته. اللي في النص ده بالنسبه لي هو النص اللي هيتم ايه؟ اللي هيتم طباعته. فالثري دبل كودز بتريحنا في حاجات كتير. من ضمنها او من اهمها، لو انا جيت عملت برنت واتعملت 3 دبل كوتيشن وقمت نازل سطر، تمام، وقمت كاتب اللي انا عايزه، قمت كاتب مثلا I am reading ماشي بوكس مثلا بوكس، تمام مثلا. هو كل ده بالنسبه لك اكتب سطر 2 3 10 مش مهم، المهم في الاخر تقفل بدايه الثري دبل كوتيشن واقفل الايه؟ واقفل الامر. يبقى هو الامر بالنسبه له ابتدى بالثري دبل كوتيشن وهينتهي بالثري ايه؟ بالثري دبل كوتيشن، بالثري دبل ايه؟ كوتيشن. تمام؟ ده برده مسموح. دي كده كان شويه حاجات احنا اخذناها في برنت. بس طبعا احنا لو حبينا نجرب دلوقتي هنجرب، وطبعا هيضرب مننا فين؟ فايام هير دي مش هتطبع، هيحصل فيها مشكله. احنا عرفنا ايه مشكلتها وعرفنا ايه حلها. لكن انا لو سيفت الفايل، يعني جيت من الفايل وقلت كده اهو سيف، تمام، او كنترول اس، وحبيت ارن، باجي من الرن واقول له رن ايه؟ رن موديول. لما قلت له رن موديول قال لي انفاليد سينتكس زي ما انتم شايفين كده. قال لي ايه؟ انفاليد سينتاكس. انفاليد سينتاكس يعني ايه؟ قلنا معناها ان في اسلوب في الكتابه خطا. يعني انتوا كتبنا بشكل ايه؟ بشكل خطا، تمام؟ في حاجه مكتوبه غلط، تمام يا شباب؟ طبعا البرنامج هنا بيحاول يساعدني، وجالي على حرف الام وعلم. جالي على حرف الام وايه؟
معلم، معناه ان هو عايز يقول لي ان الغلطه من اول هنا، هو مش فاهم ايه السبب بس هو الغلطه من اول هنا. ده بالنسبه له يعني الغلطه من اول هنا، هو ده اللي شايفه. نعمل ايه احنا عشان نفهمه الحل؟ طبعا احنا عارفين ان الامر ده غلط اصلا وعارفين الحل بتاعه، ممكن نبدا بالدبل كوتيشن وننهي بالدبل كوتيشن كده. سامعني كويس؟ الناس اللي كانت واقفه منتظره في الدخول دخلت. تمام. اخذنا حاجه تانية، يبقى احنا اول حاجه اخذناها لو احنا فتحنا كده نكتب على جنب، احنا كل حاجه بناخدها في نوت باد كده على جنب. قلنا اتكلمنا على البرنت فانكشن، اتكلمنا على اي دي ال اي. تمام، اتكلمنا على برنت فانكشن والسترينج وبنتكلم دلوقتي حاجه اسمها الكومنتس. ايه الكومنتس؟ الكومنتس حاجه مهمه بنستخدمها كتير. تمام، بنستخدمها كتير. احنا لسه بادئين يا استاذ احمد، تلاشي. فبنقول الكومنتس يعني تعليق، والتعليق معناه ان البايثون ما يحاولش يفهم التعليق ده. يعني مثلا احنا بنقول ان احنا بنشرح البرنت فانكشن. تمام، احنا بنقول كده، احنا بنقول ان احنا والله هنشرح البرنت فانكشن. فانا عايز اوضح ان ده بس ايه الاوتبوت بالبرنت فانكشن. هو عامل كده علامه شيفت و3 اللي هي علامه الشباك، واقول مثلا ديسبلاي اوتبوت يعني عرض المخرجات. تمام، والبرنت فانكشن مثلا. الامر ده ما هوش بايثون، ده مجرد تعليق خاص بينا احنا نبدأ بعلامه الايه؟ الهاش دي. التعليق ده معناها اول لما البايثون بتشوف العلامه دي، علامه الهاش في اول السطر، بتفهم ان المقصود ان دوت امر انا كاتب لنفسي ملحوظه ومش عايزك يا بايثون تفهم الملحوظه لانك مش هتفهميها. انا كاتبها بالعربي، كاتبها بالانجليزي، كاتبها شرح لحد من اصدقائي، كاتبها من حد من اللي شغال معايا في التيم، كاتبها عشان ما انساش حاجه، كل الكلام ده يعني. تمام، دي اسمها الكومنتس. تمام كده، فالكومنتس دي معناها ان انا مجرد بكتب ايه؟ بكتب سطر بس، وده اسمه الاند لاين كومنت. الاند لاين كومنت يعني بس مجرد يعني تعليق بيبدا بالشباك. يعني لو جيت هنا مثلا قلت ايه؟ جيت هنا وانت عامل كده، انت عملت شباك، ممكن يبقى بعد النص ينفع او ينفع. تمام، اقول مثلا this line يعني السطر ده raise error، هيخرج error. تمام، انا كاتب ان السطر ده هيضرب ويطلع error. خلاص، من اول القطعه دي كده، من اول ما البايثون شافت عند الشباك، هي فهمت ان احنا بنتكلم على ايه؟ بنتكلم على تعليق ومش هتبص عليه. تمام، فانا هبدا السطر ده كله بعند الهاش دي عشان يبقى بالنسبه لي الامر ده كده واقف. برنت دي اي ام هير، الامر ده كده بالنسبه للبايثون اكنه مش مكتوب، اكنه مش مكتوب. وده استخدام مهم من استخدامات الكومنت. مش بس الكومنت ان احنا بنوقف بنكتب بقى تعليقات، لكن ساعات بنبقى عايزين نوقف سطر للاختبار عشان نتاكد الحاجه شغاله صح، شغاله غلط، فيها مشكله. مثلا السطر ده انا مش عايز امسحه، انا عايز اسيبه لكم، بس عايز اوقفه عشان البرنامج يشتغل، فقمت عامل قبليه هاش. فيبقى اول ما انت تشوف هاش تفهم ان السطر دوت كده واقف ومش هيشتغل، والبايثون مش هياخد باله منه. فلو جينا عملنا رن مديول او دوسنا بعد كده اف 5 على طول سريعا، هتلاقي ان البرنامج اشتغل. طبعا هاللو وورد الاولى وهاللو وورد الثانيه، مفيش هاللو وورد الثالث مره. طبعا هنا الايه؟ العنوان. طبعا عنوان يعني اي عنوان. فقال لي وان السلام ستريت، وبعد كده ما طبعش ايام هير اول واحده، طبع ثاني واحده اللي هي ايام هير الثانيه طبعها مره، بعد كده ايام عادل فطلعك ايام عادل، وبعد كده سيبنا سطر، هو ساب سطر. في السطر اللي بعديه جابنا ايام ريدنج، طلع لي ايام ريدنج. السطر اللي بعديه جابنا كلمه بوكس ما بين دبل كوتيشن، طلع كلمه بوكس ما بين دبل كوتيشن، بعد كده سيبنا سطر فاضي، طلع لي سطر فاضي، وقال لي انا جاهز للامر اللي بعده. انا جاهز للامر اللي ايه؟ اللي بعده. تمام، دي بالنسبه للكومنتس. تمام،
بعد كده اتكلمنا برضو كملخص للفيديوهات، اتكلمنا في حاجه اسمها الفاريانس. طبعا ملخص طويل شويه فبعد كده شويه اختصر. الفاريانس حاجه مهمه جدا، ودي حاجه يعني في غايه الاهميه، لان احنا ما بنقدرش نشتغل في البرمجه سواء كنت متقدم يعني في المستوى العالي او في مستوى مبتدئ ما تستخدمش مفهوم الفاريبل. الفاريبل معناها ان انا عاوز، عارفين يا شباب زي ايه؟ يا ريت الناس، انا مش حابب على فكره عشان الناس تبقى عارفه اسلوبي، انا عادي يعني افتح الصوت وقول لي انا مش فاهم دي، انا عايز اسالك سؤال لو سمحت، انا مش عارف ايه كلام زي كده يعني على طول. رامي بيسال على التعليق من اكتر من سطر، تحط اكتر من هاش في اول السطر. تمام تمام، هو ده الوضع يعني في البايثون. حاجه كمان الفاريبلز. تمام، انا هاجي كده واعمل نيو لاين، خلاص عرفنا البرينتنج جديد لوحديها، انا هعمل نيو لاين جديد، عملت نيو فايل جديد، ادي الفايل الجديد اهو، هبدا اتكلم فيه على الفاريبلز. هبدا اتكلم فيه على الايه؟ الفاريبلز. الفاريبل نيم ليه قيمه، خلاص بتتشال في الميموري، ادي ثلاث كلمات نيم تمام وفاليو، نيم وفاليو وكمبيوتر ميموري. خلاص كده يا شباب ثلاث كلمات لازم نكون عارفينهم لما تكون بتتكلم على الفاليو. بس انا يعني بعد اذنكم ممكن يعني استاذنكم بالظبط اقل من 10 دقائق بس، اصلي المغرب ونرجع هتجيبوا الضلع عشان ما لحقتش. ماشي يا شباب؟ ماشي ان شاء الله اقل من 10 دقائق باذن الله. اتفضل. بخصوص الحته دي حضرتك قلت ان هو موضوع الميموري والذاكره وكده، انا لسه ما كملتش في الموضوع بتاع الفاريبلز. انا كنت بقول حاجه في الشرح اللي فات. هو بس انا ليه القيم، ليه انا لما عملت 20 حضرتك قلت انسى بقى ال 20 وال 23 هي اللي تفضل ثابته، مع ان انا في قدرت اطبع الاثنين في الاكزام اللي انا شرحته. ايوه انا تقريبا فهمت انت بتقصد ايه، لان انا طبعا يعني مش متذكر الاكزامبل بعينه، لكن انا فهمت تقصد ايه، انا فهمت انت تقصد ايه، فسيبني انا اوضح لك. تمام كويس قوي، يعني يا ريت الحاجات اللي بتدور في بالكم دي هي دي اصلا محور الفهم، فاهمني؟ فيا ريت اي حد بيدور في دماغه اي شيء يبدا يتكلم. انا قلت من شويه ان احنا بنتكلم على الفاريبلز، قلت ثلاث كلمات نيم وفاليو وميموري. تمام هفهمك كل واحده عباره عن ايه. الانسان بيحتاج فاريبلز عنده. فاريبلز مش معناها متغيرات بس بالمعنى اللي هو العربي ده، لا، الفاريبلز معناها اماكن تخزين. يعني سيادتك مثلا عندك جيب، صح؟ عندك جيب، الجيب ده ليه اسم، احنا سميناه جيب، صح؟ وفي قيمه، في فلوس مثلا او في مفاتيح او في اي شيء، دي الفاليو اللي جواه، دي الفاليو اللي ايه، دي الفاليو اللي جواه. اما الملابس بتاعتك دي الميموري كلها. يعني لو انت عايز تتكلم توسع الميموري وتقول البيت عندك مثلا، البيت دي الميموري بتاعتك، فدول والله انا ممكن اشيل، فعندي في مكتب فوق ممكن احط فيه حاجات، عندي في مخزن تحت بحط فيه حاجات تانية، في عندي هدوم ملابس اقدر احطه في جيبي في بتاع، فده اسمه مكان التخزين، دي الميموري كلها على بعضها. تمام، كل الميموري دي على بعضها متقسمه بالداخل الى اماكن اصغر، جيوب، مكتب، ادراج، مخازن الى اخره. تمام، فدي اللي هي بنديها اسماء. القيم هي الشيء اللي داخل الايه، اللي داخل الميموري. اتفهم دي كده لغايه هنا؟ تمام، حلو جدا، يعني اتمنى تكون واصله. حضرتك كنت بتتكلم على ايه؟ بتتكلم على حاجه اسمها الاساينمنت. تمام، يعني دلوقتي الفاريبل ده في مفهوم تاني مهم اسمه الاساينمنت. تمام، التخصيص او وضع قيمه داخل الفاريبل. تعال نشوف الفكره. انا لما اجي اقول ايه، النيم، ماشي، النيم بالنسبه لي ده كده انا اعتبرته از ايه، فاريبل. تمام، از ايه، بس اسم حضرتك اللي كنت تسال، اللي كان بيسألني اسمه ايه؟ ايوه دلوقتي مع حضرتك. ايوه اسم حضرتك ايه؟
موسى. موسى تمام. ف كتبت مثلا النيم ايكوال موسى. تمام. النيم ايكوال موسى معناها ان ده بقى مكان في الميموري، ده اسم، اسم الفاريبل يعني سميناه نيم. طبعا ممكن نسميه اكس، ممكن نسميه واي، ممكن نسميه اي حاجه، بس انا بفضل اسميه اسماء يكون ليها معاني. خلاص. فقلت النيم بيساوي موسى. موسى هي بالنسبه لي كلمه ليس لها معنى عند البايثون. خلاص ما لهاش معنى عند البايثون، لكن بالنسبه لنا احنا ليها معنى. لكن بالنسبه لينا احنا بنتعامل مع برامج ليها ايه؟ ليها معنى. فعشان كده حطيناها بين دبل كوتيشن عشان تطبع او تستخدم كما هي. كما هي، مش محتاجين من البايثون يفهمها، لكن محتاجين ان هو يستخدمها. طب ظهرت عندنا علامه جديده اسمها ايكوال، معروفه عندنا بعلامه ايكوال اللي هي مشهوره بالاسم ده، بس هي معناها يساوي، وده برضو في العربي، بس برضو مش هو ده اللي احنا عايزينه. احنا عايزين دي علامه عندنا في البرمجه اسمها assignment. اسمها ايه؟ assignment، معناها تخصيص، ويقصد بها ان احنا بنخصص الكلمه موسى الى الفاريبل اللي اسمه نيم. يعني اصبح في الميموري كلمه نيم بداخلها دلوقتي قيمه موسى. اكني بالظبط عايز اقول لك نيم دي مثلا الجيب، يبقى الجيب جواه كلمه موسى، ورقه مكتوب فيها كلمه موسى. خلاص، يبقى انا حطيت دي جوه دي، يبقى موسى كقيمه دخلت جوه النيم. فكان استاذ موسى بيسالنا بيقول لنا ايه، طب ما انت جيت بعد كده قلت برنت، برنت النيم بس كده، برنت الايه؟ النيم وبس كده. يعني قلت النيم بيساوي موسى، انا حطيت كلمه موسى داخل مين؟ داخل النيم. لما اقول برنت النيم هيطبع كلمه ايه؟ هيطبع الفاليو، هيطبع الايه؟ الفاليو. ولما يطبع الفاليو المفترض يطبع كلمه موسى، المفترض يطبع كلمه ايه؟ موسى. طبعا هنسيب الاول، انا هقول اسميه مثلا اكزامبل 2 تمام. وكده جزء في 5، فزي ما احنا شايفين اهو بدا يطبع، طبع لي كلمه ايه؟ كلمه موسى، صح كده؟ طبع لي كلمه موسى. حلو، لان دي القيمه اللي موجوده في الميموري. الميموري لو حبيت كشرح تبسيطي كده للفكره، تخيل ان الرام عندنا او الميموري اللي موجوده عندك عامله كده، زي حاجه عامله كده، وعباره عن مجموعه من الخلايا. تمام، كل خليه فيها قيمه معينه. معلش انا بادئ من الاول خالص، لكن علشان ان شاء الله تبقى الناس بعد كده ما عندهاش مشكله في ان هي تسمع او تفهم اللي احنا بنقوله كله يعني. بس انا افضل ان احنا ما نرجعش في محاضره تاليه نعيد اي شيء احنا شرحناه في محاضرات سابقه. تمام، الناس سامعاني الصوت كويس؟ كويس يا دكتور. طب يا ريت تكتبوا في الشات بس لزمايلكم ان الصوت جيد، اللي عنده مشكله في الصوت يبقى المشكله من عنده هو، يعني توضحوا لهم عشان بس ما يظنوش. الصوت ممتاز جدا دكتور. طيب يعني اكتبوا بس كده في الشات لزمايلكم عشان ممكن يكونوا هم فاكرين ان في مشكله في الصوت، اه فياخدوا بالهم ان المشكله من عندهم هم يعني. تمام، ممكن يكون الانترنت او شيء. طيب بكده ادي الميموري اهي. احنا كل اللي عملناه ايه؟ ان احنا جينا على خانه من الخانات، وليكن الخانه دي تمام، قمت مسميها نيم. اصغر بس الفونت شويه، انا هنا بحاول اخليك تتخيل منظر